في حاجة اسمها مخططات تنفيذية. المخططات التنفيذية دي بتبقى الأعمال كتير ماشي، الأعمال أو بيسموها الشوب دروينج. الشوب دروينج دي المفروض تكون مخططات معتمدة لأعمال إيه بقى؟ أول حاجة أعمال الكهرباء. أعمال الكهرباء المفروض أكون المخططات دي اعتمدت وموجودة عندي. اثنين، أعمال أو الأعمال الصحية. ثلاثة، أعمال التكييف. لو المنشأ فيه تكييف، انا بكلمكم دلوقتي كمشروع عام، ما بتكلمش عن المشروع اللي احنا بنتكلم فيه او كده. رابع حاجه، في حاجه اللي هي مقاومه الحريق او مكافحه الحريق اللي هي الفاير فايتنج. في حاجه اسمها فاير فايتنج وفي فاير الارم ماشي. فالمفروض المخططات دي، وكمان لو عندي اسانسير في او عندي ليفت في المشروع، المفروض يكون عندي متحدد عندي ابعاد الاسانسير، الكلام ده كله، بحيث ان انا ايه يعني الاعمال ديت انا محتاجها دي كلها موجوده من بدايه المشروع. المفروض الداتا دي تكون موجوده معايا عشان انا ما ينفعش اصب وبعد كده اكسر في المبنى. يبقى انا ما فرقتش حاجه، يبقى الجهاز الاشراف ما عندوش الخبره الكافيه. طيب مخططات الكهرباء او المخططات التنفيذيه، لان في نقطه بعد كده ممكن احنا نعمل محاضره للموضوع ده او نعمل نتكلم في الموضوع ده. انا عندي في حاجه اسمها مخططات تنفيذيه ومخططات تعاقديه. المخططات التعاقديه ديت بتكون حاجه انا كمقاول سعرت عليها، خدتها ريفرنس اسعر عليها، لكن المخطط التنفيذي ده المخطط اللي هيتنفذ في الموقع. يعني ده اللي هيقول لي ان الدي بي او اللوحه الرئيسيه بتاعه المشروع هتكون فين، الديبيز الصغيره اللي هي اللوحه الصغيره بتاعه كل دور هتكون موجوده فين. ده بيحدد مكان المفتاح، بحدد مكان البريزه بتكون فين، بحدد مكان الاضاءه لايت فيتنج هتكون فين. ده حاجه بنسميها المخططات التنفيذيه الشوب درو. في حاجه تانية بتتعمل الاسبلت، مخطط اسمه اسبلت. بعد ما بنفذ كمان وبعد ما اسلم المشروع، المفروض انا كجهه مالكه اطلب من المقاول حاجه اسمها اسبلت. يعني ايه اسبلت؟ مخطط اسبلت، عايز مخطط على الشيء اللي نفذ عشان بعد كده يفيدني في مراحل الصيانه. انا بكلمكم دلوقتي على مشروع عام، ما بتكلمش على المدرسه اللي احنا شغالين فيها. انا بديكم دلوقتي بقول لكم ايه ريجوليشن، الاجراءات اللي بتستغلها او بتتبع في المشاريع. يعني المفروض انا عملت مخططات تنفيذيه. المخططات التنفيذيه دي لها حاجات كتير طبعا. اول حاجه مخطط مثلا زي كهرباء، المفروض انا يجي لي المقاول الكهرباء اللي هيشتغل ماشي. المفروض قبل ما كمان يقدم المخطط كمقاول اجيبه اوراقه اعتمدها من جهه الاشراف. بعد كده كمان يقدم لي المخططات. طب قدم لي المخططات التنفيذيه، المفروض المخطط التنفيذي دي اعتمدها من جهه الاشراف، والمفروض في دول معينه او في جهات معينه بتخليك تعتمد المخططات دي من الجهه الحكوميه المخوله بالموضوع. يعني انا عندي مثلا شركه الكهرباء، انا مثلا لو انت مثلا شغال في الخليج او شغال في دوله اجنبيه او شغال كده، او ممكن يكون في مشاريع هنا كبيره، المخطط نفسه التنفيذي ده لازم يعتمد من جهه الاشراف، وبيعتمد كمان من الجهه الحكوميه الخاصه بالموضوع اللي هي هتمد لك الكهرباء للمشروع ماشي. فيكون معايا نسخه مختومه من الاستشاري ومختومه من الجهه الحكوميه المخوله. ده بيتم في الاعمال الكهرباء والاعمال الصحيه والاعمال الفاير فايتنج، لان في فاير فايتنج ده المفروض يعتمد من الدفاع المدني. ليه بقى بقول لك يعتمد من الجهه الحكوميه؟ لان المفروض انا قبل ما اوصل كهرباء للمشروع تيجي شركه الكهرباء تستلم اعمال الكهرباء في المشروع، تتاكد ان الاعمال دي تمت بطريقه فنيه مطابقه للمواصفات، بحيث ان عارفين المشاريع او اعمال الكهرباء اعمال مهمه ممكن تسبب حرائق في المشروع، ممكن تسبب، ففي حاجات لازم تتسلم للجهات الحكوميه. فطالما في جهه حكوميه هتستلم الاعمال دي فلازم اعتمد منها الايه الاول. فالمفروض احنا مش هنتكلم في الجزئيه دي دلوقتي، بس انا بديكم نبذه بسيطه عن الموضوع. ففي عندي اعمال الكهرباء، في عندي الاعمال الصحيه، في اعمال التكييف، في اعمال حريق. طب في واحد يجي يقول لي يا باشمهندس طب انا هحتاج اعمال الكهرباء، ماشي اوريدي هحتاج اعمال الكهرباء لان في تمديدات هتحصل في السقف. طب انا هحتاج الاعمال الصحيه، ماشي ممكن يكون في اعمال هتتنفس في السقف. ليه بقى بحتاج اعمال تكييف، اعمال مكافحه حريق؟ نفس القصه، لو انا هشتغل تكييف في انواع التكييف قصه كبيره. ممكن يجي مهندس يقول لي طب انا مهندس مدني ايه علاقتي بالتكييف؟ ماشي، ما هو انت لو شغال في مشروع كبير بيكون معاك مهندس تكييف، بس انت كمدير مشروع انت اللي بتدير المنظومه. يعني انت كمدير مشروع بيكون معاك مهندس كهرباء، بيكون معاك مهندس تكييف، بيكون معاك مهندس اعمال صحيه، بيكون معاك مهندس فاير فايتر. ده من جزء بنسميه الام بي او جزء الاعمال الميكانيكيه في المشروع، بيكون ده بيبقى قسم موجود عندك في الاشراف في المشروع، بس انت كمدير مشروع انت اللي بتدير المنظومه كلها. لازم تعمل عمليه تنسيق، يعني ما ينفعش تكون انت مثلا خلصت خشب وخلصت حديد وعايز تصبه مره واحده تفتكر ده انا عندي تكييف. طب هل التكييف ده
له تجهيزات معينه هتتم في السقف. ايوه له تجهيزات هتتم في السقف. لو انا هشتغل في انواع تكييف كتير، في تكييف اللي هو الويندو ده ما بيعوزش تجهيزات، بس ما عادش حد بيشتغل بيه، وبالذات في المشاريع الويندو ده بتبقى فاتحه في الجدار كده ما حدش بيشتغل فيه. يعني المشاريع الكبيره بيبقى تكييف لكن مركزة. انا عندي مثلا في تكييف ممكن يكون سبليت. السبليت ده بيحتاج ان انا امدد حاجه اسمها سليفات او بايبات بتتحط في الكمر في مكان التكييف. انا بقول لكم ان انا عايز مخطط تنفيذيه، خط التنفيذ هو اللي بيحدد لي مكان التكييف فين، فعشان كده بنزل له بعمل له في الكاميرا بتاعته سليف. السليف ده قطره كام؟ عايز 2 بوصه، عايز بوصه ونص، في تجهيزات معينه، في حاجات للصرف، الحاجات دي كلها بتتجهز. يعني انا وانا بصب ما ينفعش بعد ما اصب، يعني انا عندي كاميرا مثلا جايه فوق الجدار والتكييف هيركب في الجدار ده، فلازم احط السليف ده اثناء قبل الصب، وما ينفعش احطه في مكان غلط، فلازم يكون معايا المخطط وبشتغل بيه. طيب مش انا اللي هنفذ، فني التكييف اللي هينفذ، بس انا كمدير مشروع لازم يكون عندي خلفيه على الاقل اتكلم معاه الشغل. والمفروض يكون عندك مينيمم داتا عن 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 التخصص نفسه. حتى الكهرباء ما ينفعش تبقى مهندس مدني وتقول انا ما اعرفش حاجه في الكهرباء، لا لازم تكون عارف ان في غرفه كهرباء رئيسيه للمشروع، لازم تكون عارف ان في كل دور لوحه توزيع، لازم تكون عارف ان في لوحه من دي بي بتاعه المشروع كله، لازم تكون عارف الحاجات دي. يعني ده مينيمم داتا لازم تكون عارفها، يعني معلومات يعني لازم تكون انت عارف على الاقل عشان تعرف تدير المنظومه، مش انت اللي تشغلها بايدك بس، عشان تنسق ما بين الناس تكون عارف ان المرحله دي قبل دي. فزي ما قلت لكم المفروض المخططات دي كلها تكون ايه موجوده معانا، اعمال الكهرباء، الاعمال الصحيه، اعمال التكييف، اعمال مكافحه الحريق. لا المفروض يكون انا كمدير مشروع عندي نسخه من المخططات دي، ويكون معايا الاصل، وبكون الاصل محتفظ بيه في ملفات المشروع، ويكون عامل صور مديها لكل مقاول، واجي استلم انا بقى كمدير مشروع استلم الحاجات دي كلها. المفروض ان انا استلم قبل ما اسلم الجهه المشرفه، عشان ما ينفعش اتحرج، يعني ما ينفعش في حاجه تعدي عليا. انا اجي اسلم جهه الاشراف الاقي نفسي لا والله ده انا بسلمهم وعندي مكافحه حريق وما عملتش ليه. مكافحه الحريق دي بتكون عباره عن صناديق، صندوق ده موجود في مكان يكون متحدد في الطرق معينه عند السلالم في الاماكن دي كلها، اكون عارف المكان فين. طيب ما هو الصندوق الحريق ده بيكون في كل دور، ففي مواسير بتمشي من الادوار كلها، لان ده بيدخل له ميه وبيدخل له مواسير ميه، فلازم تكون مخططات موجوده عندي. ان في مخططات بتعتمد من جهه الاشراف اولا، وفي حاجه برده انت كمدير مشروع لازم تاخد بالك منها، لما يجي لك مخطط المفروض المخطط ده بيجي لك من مول الباطن بكتاب رسمي ان هو قدم لك المخططات دي، يقول لك ابقى اعمل لك كده الساده شركه كذا، بيكون كاتب لك بقى الموقع اسم المشروع، طب والله المشروع اهوت، ويجي يقول لك بقى هذه المخططات انا قدمتها لك. المفروض ما اخدش بقى او انا عامل كفر لتر من عندي انا كمدير مشروع واقوم اوتوماتيك حاطط الكفر لتر واخد المخططات من غير ما ابص بيها ابص ليها، واقوم خاتم واقوم وديها للاستشاري او لجهه الاشراف، ده ما ينفعش، لان ممكن يكون في خطا. انا المفروض انا استلم المخططات دي بقى اشوفها ارجعها، لو عندي مهندس كهرباء في المشروع تبع الاول يا باشمهندس تعالى شوف المخططات دي، المخطط دي تمام فيها ملاحظات، لو فيها ملاحظات مني انا من الاول انا كمدير مشروع ارجعها للمول الباطن وابعت له اقول له الملاحظات في عندك ملاحظات 1 2 3 4 وارجعها له بكتاب رسمي او رساله رسميه، والحاجات دي تتحفظ في مراقبه المشروع، لان باجي في مطالبات بتتم في الاخر ان المعول ده هو اللي عطلني او اتاخر في تقديم المخططات، فايه السند اللي انا مستند عليه؟ والله هو قدم لي يوم كذا وانا اديت له ملاحظات، طب هو اتاخر بقى على ما رجع يقدم. فالحاجات دي كلها انت بتعمل داتا للمشروع، لان في الاخر دايما في اخر المشروع بتحصل مشاكل، او مش مشاكل هو ده تصفيه حسابات، يعني المعول الباطن ده اخرني المفروض يتحمل المسؤوليه، لان في العقد بتاعه في موجود عليه شروط جزائيه ان هو لو اتاخر عن مده كذا ده، فبيجي في الاخر يقول لك ايه مين المتسبب في التاخير، فلازم اكون انا عندي الداتا اللي ارجع عليها. فبيقول لي لا ده انا ما اخرتكش، طب تعالى في خطاب رسمي تقدم لي يوم كذا وانا عملت لك ملاحظات وانت قعدت بعد الملاحظات دي 15 يوم على ما رديت عليا. انما ممكن انت بقى كمدير مشروع اوتوماتيك والله المهندس جاب لك المخططات هم اوتوماتيك عندك حد قاعد في المكتب اعمل لي رساله وحول لي المخططات على جهه الاشراف. تتفاجئ ان في ممكن في اخطاء لوجيك، في اخطاء بسيطه انت ممكن كمهندس مدني تلاحظها، لان انا عندي مخططات تعاقديه والمفروض ان انا عندي مواصفات، برضه اكون على درايه بالموضوع ده، ممكن انا اكتشف حاجه بتبقى بسيطه ما ينفعش تبقى ده شيء سيء حقي انا كمدير مشروع، او بدي صوره او انطباع سيء عن مدير المشروع للجهه الايه؟ الجهه المشرفه على المشروع او الجهه اللي هي ايه مخوله ان هي تعتمد المخططات دي. فبتبدا لما الاخطاء البسيطه دي تتكرر بتتولد عدم ثقه. واهم حاجه في اداره المشروع ان يتولد بينك وبين جهه الاشراف ثقه،
الثقه ديت هتسهل لك حاجات كتير في التنفيذ، مش انك هتغش، لا هتسهل لك اجراءات. يعني في اجراءات كتير ممكن الاجراء مثلا ياخد اسبوع، ممكن لانه وثق فيك وعارف انك بتشتغل شغل كويس الاجراء ياخد معاه يوم او يومين بس، فده بيسرع لك رتم العمل في المشروع. فالحاجات دي مهمه جدا. فزي ما قلت لكم في اعمال كهرباء، في اللي انا قلته على الكهرباء ده بينطبق على الصحي، بينطبق على اعمال التكييف، بينطبق على اعمال المكافحه الحريق. طيب في نقطه ثانيه لازم تكون مهمه جدا، انا جاي دلوقتي بشتغل السقف وجيت اعتمدت المخططات وجبت المقاول وتعالى اشتغل، فوجئت المقاول جايب مواد وبيشتغل، طيب لقيت جهه الاشراف يا باشمهندس المواد اللي انت جايبها دي معتمده ولا مش معتمده؟ فدي نقطه مهمه المفروض انا اكون واخد بالي منها، ان مفيش حاجه يعني انا هشتغل عامل حسابي ان انا هشتغل دلوقتي في السقف، المفروض اكون معتمد كل المواد، يعني المواد اللي هتدخل في المرحله اللي انا هشتغلها تكون معتمده، يكون عندي لوحه عينات موجوده في المشروع والجهه الاشراف موقعه ان المواد دي معتمده. في مشاريع بيكون عامل لك لسته بالمواد المعتمده اسمائها، يقول لك مثلا احنا معتمد مواسير مثلا سي هنا في مصر مثلا علاء الدين، انا معتمد مثلا علب مش عارف ايه نوعيتها كذا، فممكن تكون الجهه دي اصلا معتمده الماركات دي اوتوماتيك، فانا مش محتاج اقدمها ليهم بس محتاج اجيب عينات واتاكد ان الماركه اللي انا شغال بيها هي معتمده. طب لو في حاجه مش موجوده في الليست او في اللائحه في الليست بتاعت المواد المعتمده، المفروض اكون انا جايبها وجايب التكنيكال داتا بتاعتها، التكنيكال داتا بتاعتها دي اي منتج المفروض يكون له مواصفات، يعني مثلا زي مثلا انا اديكم مثال، انا هركب مثلا اضاءه خارجيه لايت فيتنج، اللايت فيتنج ديت او الاضاءه او وحده الاضاءه كشاف مثلا، الكشاف ده هيركب في الخارج خارجي، فالمفروض بيجيب لي الكشاف ده بيديني معاه زي احنا بنسميه الكتالوج بتاعه، بيديني بقى ايه المفروض يديني مثلا شده الاضاءه، بيتحمل درجه حراره قد ايه، مقاومته لحاجه اسمها الاي بي، الاي بي بتاعه المعلقه، الاي بي ديت يعني ايه مقاومته للعوامل الجويه، في 65% في مش عارف ايه، فبيبقى في المواصفات بتاعتي بتاع المشروع يقول لك ان معلقات الاناره الخارجيه الاي بي بتاعتها 65، المعلقات الداخليه مثلا يقول لك مثلا ماشي ممكن تكون ب 55، يقول لك مثلا معلقات الاناره اللي هتستخدم في الحمامات لازم تكون ووتر بروف، او اللي عندي مثلا البرايز والمفاتيح يقول لي انا عايز ووتر بروف يعني مقاومه للميه لان المكان ده فيه رطوبه، فالحاجات دي كلها لازم تكون معتمده، يعني كل حاجه تكون معتمده من الاول على اساس ما ينفعش اجي ممكن الاستشاري يوقفني او جهه الاشراف توقفني، يا رب ما انتش معتمده طب وقف المشروع، عطل الشغل، عطلت الشغل. فالمفروض انا زي ما قلت لكم قبل كده لما فاكرين في بدايه كلامي معاكم قلت لكم المفروض انا في عندي جزء المكتب الفني اللي هو جزء المكتب وجزء التنفيذ في الموقع، لازم يكونوا ماشيين على خطين متوازيين، ما ينفعش اكون انا شغال بروفيشنال في الموقع وفي نفس الوقت عندي الجزء اللي هو الاداري او الورقي انا مهمل فيه، المشروع هيتعطل. فكل حاجه بقى لازم اكون معتمدها، مواسير الصرف الصحي، المواسير بتاعه التكييف، نوعيه التكييف، ماسوره النحاس اللي هشتغلها، في جزء برضه هكلمكم عليه في التكييف، احنا عايزين نخصص يعني كل حاجه من ده عايزه موضوع، بس انا هقول لكم معلومات عنه، يعني التكييف، طب انت بتقول التكييف موضوع السبليت سهل، ممكن انا انزل البايب هينزل، لكن انا لو عندي بقى في حاجه اسمها دكت سبليت، في دكت بيمشي، فانا عندي مثلا لو المشروع عندي دروب بيم زي هنا ففي كامر بيمشي، فممكن انا لو هعمل تكييف وضغط وضغط، الضغط ده بيبقى عباره عن صندوق كده او بوكس بيمشي فوق السقف، طب الضغط ده كده بيبقى ماشي كده فوق السقف، طيب انا لو ده بقى هيمشي فوق السقف، طب في عندي كامر هيتعرض معاه، فهل عندي الارتفاع يسمح ان الضغط ده يمشي من تحت الكامر؟ طب لو مش هيمشي لازم اعمل فتحات في الكامر، فلازم الفتحه دي طبعا موضوع ان انا حاطط الفتحه فين القصه دي لازم اكون معتمدها الاول من جهه الاشراف، يعني هل هي في الزيرو مومنت، هل هي دي نقطه ثانيه بقى ايه ده موضوع ثاني ما بنتكلم فيه، لازم اعمل البوكس دوت في الكاميرا نفسها يكون عندي فتحه بالابعاد الضغط، فلازم اكون معتمد مخططات التكييف عشان اعرف حجم الضغط قد ايه، يعني ساعات الضغط ده مثلا يكون عرضه 60 في ارتفاع 20، طب ما هو لسه فيه بتعمل عليه انسوليشن عزل ممكن كمان ابص الاقي نفس الارتفاع ده يوصل معايا 30 سم، العرض يوصل معايا مثلا 70، فانا عايز اعمل فتحه 30 في 70، طب اعملها فين؟ في انهي مكان؟ طب عشان لازم اكون مجهز دي، طب انا لو نسيت وصبيت تخيل بقى انت كاميرا تكسر بعدها عايز تعمل فيها فتحه، فالحاجات دي لازم دي للاسف بيحصل كتير، مشاكل دي بتحصل كتير قبل كتير. فمكافحه الحريق زي ما اتكلمنا، فدي حاجات دي داتا لازم تكون موجوده معايا قبل ما اشتغل في السقف.
تكون موجودة، كنا أنا مخلصها مرحلة كنا أنا عشان لما أجي أشتغل آه طب أنا عندي بتاع صحة طب تعلم، أنا عندي مخطط صحة فضل أشتغل عليه، مخطط الكهرباء أشتغل عليه، التكييف في نفس الوقت معتمد الماتيريال اللي هتدخل معايا في المرحلة اللي أنا شغال فيها. ده باختصار الحاجات اللي المفروض تكون موجودة معايا قبل ما أبدأ أشتغل في السنة. في بقى المفروض ان انا مثلا حديد التسليح يكون موجود، المفروض اكون متفق كمان، ما ينفعش اي المفروض انا اكون شغال دلوقتي موضح حديد السقف لو انت بتشروع كبير، لا لازم الكنات تكون جاهزه عشان اكسب وقت. مش عايز اقول لك ان المفروض الحديد بيكون متوضح، بكون عامل لوحه تنفيذ اللي هي الشوب روم بتاعت الحديد اللي هي بنسميها تفريد الحديد، والنجار الحداد مقطع الحديد، يعني مجرد ان السقف خلص نجاره مش هيستناني بقى لسه يوضح ويشتغل، يعني ده في المشاريع الكبيره المفروض الحديد بيجي، والمفروض لو في امكانيه اجيب له كريمه او رفع الحديد كله على السقف، ده كله بيديني انتاجيه اعلى. فالمفروض الحاجات دي كلها تكون ايه مخلصه. ده باختصار يعني انا لميت لكم كذا حاجه في جزئيه، بس اديت لكم فكره عن سريعه عن كل حاجه. بس انا دلوقتي فتحت لك موضوع يعني انك تكون موضوع المخططات التنفيذيه دي موضوع مهم جدا، والمفروض ابدا في اعتمادها حتى من قبل ما ابدا عمليه تحقق المشروع، لان دي بتريحني بعد كده. موضوع الاعتمادات مهم جدا، وفي اعتمادات ماتيريال وفي اعتمادات مخططات وفي اعتمادات مقاولين باطن. يعني ممكن في مقاول باطن يعني شركات الكهرباء حكوميه او جهات حكوميه تستلم منك، في مقاولين بيكونوا معتمدين من الجهه، يعني مؤهل بيكون عنده مثلا صف معين وبيكون عنده اعتماد من الجهه الحكوميه، يعني مش هجيب اي مقاول يشتغل، لازم المقاول ده يكون معتمد يعني مسجل في شركه الكهرباء. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام عام مش عام، يعني ده في المشاريع كبيره. هل هو بتنفس المشاريع الصغيره؟ ما بتنفسش، بس انا بديك معلومه لازم اديك المعلومه كامله وتكون ملم بيها. فانت بتيجي شغال في مشروع صغير والله بتفتح الامور دي كلها، بتشوف هل الحاجه دي موجوده عندك او مش موجوده عندك، بس لازم تكون الحاجات دي كلها ملم بيها. ملم بيها عشان تقدر تشتغل سقف من غير مشاكل. طبعا ده الحاجات زي ما قلت لك ده الجزء النظري او الداتا اللي كنت تكون معايا قبل ما اشتغل في السقف.